مشاهدينا الكرام، نخوض في حلقة اليوم من برنامج مقاصد في موضوع يمس كل مجتمع وكل بيت في العالم الإسلامي، بل كل فرد مسلم. حديثنا عن التدين. في هذه الحلقة نحاول الغوص عميقا في طبيعة التدين، ونتساءل عن بواعث التدين ومقاصده، ونبحث في آثاره الاجتماعية بين المسلمين. فأهلا وسهلا بكم. موضوع حلقة اليوم عن التدين بين المفهوم والممارسة نضعه على طاولة الحوار مع دكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا وبالمشاهدين الكرام. لابد يعني كمدخل منطقي بل ربما منهجي أو منهاجي للتحدث عن التدين، ينبغي أن نحرر معنى التدين، لكن قبل ذلك أجدني مضطرا لسؤالك عن تحرير العلاقة بين التدين والدين. هل التدين والدين مفهومان مستقلان أم ثمة علاقة ما بينهما؟ وإذا وجدت هذه العلاقة ماذا عن طبيعتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالدين هو هذه المنظومة المرتبطة بشيء مقدس، كما يقولون ترتبط بشيء على العموم، طبعا لا أتكلم عن الإسلام وحده، وإنما الدين منظومة تتعلق بشيء مقدس يشعر المتدين تجاهه بنوع من الالتزام، وهذا شيء مشترك بين كل الأديان. هناك شيء ما متجاوز للواقع المادي يشعر الإنسان تجاهه بشيء من الالتزام. هذا الدين طبعا كما قال الدارسون يعني يرتبط بتقديم تفسير الوجود والكون ونشأة الحياة، ويشعر المتدين تجاهه بنوع من الالتزام أو الواجب الذي ينبغي أن يؤديه ولو كان في صورة خضوع شكلي. على أي حال هذا على العموم، ولا شك أن أي برنامج نظري، والدين في أصله برنامج نظري، أي أنه شيء مكتوب أو منطوق مجازا هنا طبعا، على العموم هو أي برنامج أي دين هو برنامج نظري في أصله، يعني هو كتاب أو خطبة أو مقال أو شيء من هذا القبيل أو دستور أو الإنسان الذي يخضع لدين من الأديان، الالتزام تجاه هذا الدين يعني أن يقوم بممارسة تكاليفه والعمل بما فيه. فأولا يكون هناك البرنامج، ثم يأتي التنفيذ والقيام عليه، وهذا هو التدين الذي أو هذا هو الرابط الذي يربط الدين بالتدين. فتحويل الدين من نظريات وتوجيهات وأوامر ونواه إلى وقائع أو واقع معيش وملحوظ ومرئي ومشاهد في هذا العالم هو الرابط الذي يربط الدين بالتدين. فسيظل الدين قولا، يظل الدين كتابا، يظل الدين توجيهات نظرية إلى أن يمارسه أصحابه في صورة أعمال وأفعال واقعية، سواء حين يعلن الإنسان التزامه بنظريات هذا الدين حول مثلا وجود الإله والنبوات والملائكة وسائر الغيبيات، أو قام بأداء الشعائر المتعلقة بهذا الدين، أو التزم بأخلاق هذا الدين وسائر ما يوجه إليه الدين من توجيهات. هذا هو الرابط الذي يربط الدين بالتدين. هذا في المطلق من حيث كل الأديان، لكن في التصور الإسلامي كيف يحرر معنى التدين، مفهوم التدين، تطبيقاته، فلسفته إذا صح التعبير؟ يعني على العموم أيضا يعني التدين هو الممارسة، يعني ليس هذا خاصا بالمسلم، ممارسة الدين هي التدين. حينما يذهب المتدين إلى مكان العبادة الخاص به مثلا، أو حينما يمارس البيع وفقا لشريعة دينه، أو حينما يتزوج وفقا للتشريعات التي يمليها عليه دينه، كل هذا نوع من التدين. ربما يكون الفرق الواضح بين الإسلام وبين غيره من الأديان في مسألة الممارسة أنها مسألة فاصلة، لا يكون الإنسان متدينا حقا أو لا يكون ملتزما بهذا الدين حقا أو مرتبطا به أو لا يطلق عليه وصفه بأنه مسلم على الحقيقة إلا بأن يمارسه وأن يطبقه. يعني مجرد ميلاد الإنسان لأبوين مسلمين لا يعني أنه بالطبيعة سيصير مسلما، وإنما يجب أن يفهم ما هذا الذي ورثه حتى يعيه وعيا جيدا ويحوله إلى أفعال واعية يدرك صاحبها لماذا يعبد الله تعالى، لماذا يلتزم بهذا الدين،
لماذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ لأن بناء الأفعال على نوع من الوعي، طبعا على قدر فهم الإنسان، لأنه قد يعذر الإنسان بضعف فهمه، لكن على العموم درجة الوعي المناسبة لعقل الإنسان مطلوبة في ممارسته للدين، حتى تكون هذه الممارسة قائمة على أصول متينة تؤدي إلى أن يثمر الفعل إثمارا حقيقيا، وليس مجرد السطوح، أي أفعال سطحية يمارسها الإنسان دون أن يكون لها جذور عميقة في شخصيته ونفسيته. حقيقة دكتور، هذا ملمح مهم، لذلك أنا سألتك. يعني ربما في التدين النصراني مثلا أو النصرانية يكون كثير من النصارى، بل جل النصارى، هم تبع لما يقوله الكاهن أو قضية الاعتراف وإلى آخره، فثمة نوع من السلب للتفكير النقدي أو لممارسة التدين بناء على الوعي. هنا نريد أن نحرر مزيد من التفصيل في قضية التدين الإسلامي، يعني كيف يكون المسلم متدينا بحيث لا يقع مثلا لا يقع في أعراض العلماء، لا يخوض فيهم، وفي النتيجة في النهاية لا يكون تبعا وعبدا لهم، يعني كما يقول بعض المسلمين، يعني كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فكيف يحقق هذه المعادلة بحيث يكون متدينا صحيحا كما يحب الله ويرضى، بنفس الوقت أن لا يكون تبعا تبعية مطلقة للعالم أو للداعية أو للشيخ إلى آخره؟ هو العالم حتى يعني لو تكلمنا عن يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله الذي تلقى الوحي، هو المعصوم، آخر المعصومين في هذا العالم صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانت وظيفته؟ هل كانت وظيفته أن يقوم بفتح باب العبادة للناس ويمارسه معهم؟ بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته البلاغة والبيانة والتربية والإعدادة، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أعني بذلك أن الإنسان يستطيع أن يتواصل وأن يعبد الله عز وجل متى شاء وفي أي وقت شاء، ولا يحتاج إلى من يقوم بهذه المهمة، مهمة التوصيل إلى الله عز وجل. الوصلة هنا مباشرة، كما قال أحد الصالحين، قال: من مثلك يا ابن آدم؟ كلما أردت أن تدخل على الجليل دخلت، فقيل له: كيف هذا؟ قال: تتوضأ وتقف بين يديه. يعني ليس هناك كهنوت يقوم بالواسطة بين الله وبين عباده، إنما وظيفة العالم يعني البيان والتوضيح والنصح والتربية، ثم يخلى بين العبد وبين ربه عز وجل يعبده على هذا الضوء الذي أوضحه العالم وبينه، وعلى نور من الفهم الصحيح للإسلام من خلال أهل العلم. فأهل العلم ليسوا أوصياء على الناس بالتأكيد، ولكن مهمتهم البيان والتوضيح وإظهار الشرائع الدين للناس حتى يفهموها على وجهها فهما صحيحا، لأنه لو خلي بين الناس وبين النص الشرعي أو بينهم وبين الدين ليفهموه مباشرة بأنفسهم، فإنهم لن يبلغوا درجة مناسبة من فهمه وإدراكه، وربما وقعوا في الأغاليط. وهنا يقوم العالم بالتصحيح والبيان، ويعني كما قلت ليست وظيفة الكهنوت الذي يستغفر للناس إن أخطأوا ويذهبون، يعني يقوم هو بالاستغفار وهم يذهبون ليكملوا معاصيهم، ليست هذه وظيفة العالم والشيخ، إنما وظيفته البيان والتوضيح. يعني كما هو معروف دكتور نبيل، الجغرافيا تفرض طابعها على ساكنيها، فمثلا أبناء الصحراء لديهم خصائص وسمات مختلفة عن نظيراتها في أبناء الجبل أو في المناطق الباردة كالأسكيمو أو المناطق القطبية. السؤال هو لك عن إلى أي مدى يعني يخضع التدين لهذه التباينات القائمة على أسس جغرافية؟ بمعنى، هل التدين عند ابن الصحراء بالضرورة أن يكون مختلفا بحسب تكوينه النفسي بناء على الجغرافيا، ينبغي بالضرورة أن يكون مختلفا عن تدين ابن المناطق الجبال أو المناطق الباردة؟ نعم، الإسلام راعى التباينات، هذه التباينات راعاها الإسلام، وعلم أن الناس ليسوا على صورة واحدة، لكنه جعل يعني لكل مسلم أصولا لا ينبغي أن يتعداها، أو فرائض لا ينبغي أن يتجاوزها. نعم. بمعنى أن هناك مشتركات لا بد أن تكون متوفرة في كل مسلم، ابن صحراء كان أو ابن بحر أو ابن نهر أو ابن بيئة جبلية أو بيئة ريفية أو ما شئت من البيئات، الذي يعيش في يعني مدينة ناطحات سحاب كالذي يعيش في صحراء، كلهم يجب أن يبلغوا من التدين مستوى معينا. ولعل هذا هو ما ورد في الحديث القدسي من قول الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا هو الأساس المشترك،
بين الناس فلا بد من مراعاته. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يحدث السباق بين الناس حتى في البيئة الواحدة. فالفرائض لا ينبغي تجاوزها، فرائض الاعتقاد وفرائض الشعائر وفرائض الأخلاق، كل هذه ينبغي أن تكون مشتركة بين كل المسلمين مهما تفاوتت بيئاتهم. لكن نحن نلاحظ أن الجنة لها أبواب، كما تصف الشريعة الجنة لها 8 أبواب. هذه الأبواب 8 لكل يعني هي أبواب العبادات الكبرى المميزة في الإسلام، يعني باب للصلاة، باب الريان للصيام، باب للجهاد، باب الأعمال الكبرى للإسلام. فأيما باب تميز فيه مسلم دخل منه، وهذا وارد في الحديث أن سيدنا أبو بكر هل يمكن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه هل يمكن أن يدخل الإنسان من كل هذه الأبواب، فأخبره أنه منهم ممن يدخلون من كل هذه الأبواب، لأنهم تميزوا في، لأنه رضي الله عنه تميز في كل هذه الأبواب، تميز بكمال صومه وكمال صلاته وكمال زكاته وكمال جهاده في سبيل الله، فيدخل من كل هذه الأبواب. لماذا يعني تعددت هذه الأبواب؟ لأن الناس مواهب. خالد بن الوليد صاحب باب الجهاد، فلان صاحب باب العلم كان للعلم باب، فلان صاحب باب الصلاة. فالشريعة راعت بأن يكون هناك حد أدنى لا بد من الاشتراك فيه، وهو حد الفرائض، ثم يأتي السباق في النوافل وفي الامتياز في باب من هذه الأبواب. ربما تميل نفس إنسان إلى الإكثار من الصلاة والمحافظة فقط على فريضة على الفرائض فقط من الصيام، وإنسان آخر يكثر من نافلة الحج والعمرة وهكذا. فهذه الشريعة راعت هذه الأمزجة وهذه التفاوتات. ولعلنا حينما ننظر في أوصاف المؤمنين بأنواعهم في القرآن ندرك هذه المسألة، فنحن نجد وصفا لعباد الرحمن، وصفا للمتقين، وصفا للمؤمنين، وصفا لأولي الألباب. هؤلاء ليسوا فريقا واحدا، بل هي تنوعات في صفوف المؤمنين، تفاوتوا في أنهم امتازوا في شيء، امتازوا في باب من الأبواب، أو امتازوا بمجموعة من الصفات عن مجموعة أخرى. كلهم مسلمون، كلهم مؤمنون، ولكن هذه التفاوتات تراعي تفاوت البشر وتنوع البشر، ولا تجد هذا إلا في شريعتنا، مراعاة الامتيازات والتنوعات الموجودة في البشر والتأصيل لها في داخل الشريعة نفسها. هذه الأوصاف التي ذكرتها لعباد الرحمن وأولي الألباب وغيرهم الموجودة في سورة البقرة وفي سورة الفرقان وفي سورة المؤمنون وفي سور كثيرة من القرآن تشير إلى هذه المسألة، أن التنوعات تؤدي إلى تنوعات في المنتج العبادي، أي في المؤمنين أنفسهم يتنوعون، ولكن الحد الأدنى يجمعهم، وهو ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا ينزل عن هذه الدرجة. ثم تأتي الامتيازات بعد ذلك في المحافظة على الفرائض، في المحافظة على النوافل والسباق فيها والامتياز في باب من أبواب الإسلام الكبرى العظيمة، حتى يدخل الإنسان من باب هذه العبادة إلى جنة الله عز وجل يوم الدين. لكن التدين على مستوى المفهوم وعلى مستوى الممارسة هل يخضع للتطور تبعا للزمان؟ بمعنى أن المسلمين المتدينين مثلا في القرن 21 الآن الذي نعيشه هنا في أوروبا مثلا أو في شمال أفريقيا، تدينهم مختلف عما كان عليه المسلمون في الجزيرة العربية قبل 100 عام مثلا؟ هل يخضع مفهوم التدين وممارسته لتطور الزمان؟ هو البيئات تتسع والوسائل تتغير. فمثلا لو تكلمنا مثلا عن مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، كيف كانت وسائلها وكيف كانت طرقها في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف مارسوها؟ كيف نقلوها بأخلاقهم وبتعليمهم للناس بالعلم وبحسن الخلق وحسن العمل والرأفة والرفق بالعباد والصبر والثبات على دين الله عز وجل؟ البيئة التي مثلا يعيش فيها المسلم الأوروبي الآن أو المسلم الأمريكي أو المسلم حتى في بلادنا المسلمة تطورت وتغيرت كثيرا عن هذه المسألة. الذي يتغير ليس الدين نفسه، بل أقول إن الذي يتغير ليس هو التدين نفسه، فالتدين والممارسة والتطبيق، مدى الممارسة والتطبيق يتسع ويضيق حسب البيئة، حسب البيئة. فمثلا في مجال الإعلام مثلا ليست البيئة المتاحة لممارسة الإسلام وتطبيقه بالنسبة للإعلامي ليست مثلا الذي يعمل مهندسا مثلا، البيئة تختلف والمجال الذي يتحرك فيه الإنسان يختلف. فإذا كان مجال العمل في البلد الواحد يجعل المساحة المتاحة للتدين أمام الإنسان مختلفة نوعا ما، فما بالنا إذا اختلف الزمان واختلف المكان؟ هناك اختلاف وتنوع، ولكن الاختلاف هذا ليس في الدين نفسه وليس في أصل التدين، ولكن في مساحة الممارسة التي يمارسها وفي نوع الوسائل التي يستعين بها
في القيام بواجبه. مثلا نتكلم عن الوسائل الحديثة التي يمكن أن يتواصل بها الإنسان مع الخلق في أنحاء العالم، وكيف أنها أيسر وأسهل وأوسع مدى، وإن كانت مشتبكة متداخلة معقدة كثيرا، لكنها لم تكن متاحة للناس قبلنا، أقول قبل 50 سنة مثلا لم تكن متاحة للناس بهذه الطريقة. وهكذا فالتدين نفسه، أعني به التطبيق والممارسة للدين، لم يختلف من زمن إلى زمن، ولكن عطاءاته ومساحاته المتاحة ووسائله أيضا تجعل الناس يشعرون بأنه مختلف. يعني ما كان الرجل، لو تكلمنا عن التعليم مثلا، ما كان يزيد العالم في بدايات الإسلام عن أن يجلس في المسجد أو في المكتب، هناك شيء اسمه المكتب، مكان مخصص للتعليم، كان موجودا في صدر الإسلام أيضا، يشبه الكتاب الآن أو الكتاب الذي كان، لأنه انقرض تقريبا. لكن الآن أنت تستطيع أن تجلس في بيتك وتلقي درسا على العالم، الناس يأخذون عنك إجازات بالبخاري ومسلم وغير ذلك من دروس العلم، بل يستطيع الإنسان أن يفتح اليوتيوب ويشاهد سلاسل من في الفقه وفي التفسير وفي غيرهما من العلوم والمعارف. طبعا هنا الحديث يخوضنا إلى أو يقودنا إلى ما ينبغي أن يصل إليه المتدين من تدينه، والحديث هنا عن المقاصد، لكن يجب أن نذهب إلى فاصل قبل ذلك. نذهب إلى فاصل قبل أن نعود لنواصل. أسعدكم الله، قد عدنا سويا لمواصلة الحديث عن التدين ومقاصده، وحديثنا اليوم مع الدكتور نبيل الفوري أستاذ العقيدة والفلسفة. أجدد الترحيب بكم دكتور. مرحبا بك. ثمة اجتهادات كثيرة في تحديد بواعث التدين، أسباب التدين، يعني مثلا الحضارة الغربية، الفلاسفة الغربيون هم منقسمون في هذا، يعني طبعا على أساس أن التدين هو حاجة اجتماعية لتنظيم العلاقات وتنظيم الأخلاق بين الناس، فبالتالي ينشأ التدين. وعند غيرهم يقولون هو حاجة، الخوف هو الذي يدفع الناس إلى التدين، خوف من الأجرام السماوية ومن الغيب، فتنشأ الحاجة إلى التدين. ما الذي يقرره الإسلام في هذه البواعث؟ لماذا يتدين الإنسان؟ الذي يقود الإنسان إلى الدين هو فطرته أولا، لأن الله عز وجل فطر الناس على الميل إلى الحق وإلى الخير. بدليل قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هي نوع من الميل وإلى يعني القابلية للحق، وأنتم تجدون هذا في أغلب الناس، أن وإن لم يكونوا متدينين عندهم ميل إلى الخير أكثر من ميلهم إلى الشر. تعرفون هناك يعني تنازع، هل الأصل في الإنسان أنه شرير أو أنه خير، أو أنه عنده قابلية للأمرين؟ عنده قابلية للأمرين، ولكن قابليته للخير راجحة على قابليته للشر في التصور الإسلامي هذا، يعني في دراسات يعني ما يسمى بعلم الأخلاق، وهي موافقة للمفاهيم الإسلامية بشكل واضح، يعني أن الله فطر الناس عندهم استعداد، فأبواه يمجسانه أو يهودانه فكما ذكر، أو ينصرانه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فالتغيير هنا هو فعل التربية، معنى أن الأصل هو أن الإنسان أمره قائم على هذه المسألة، أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها فيها هذه القابلية للخير والميل إليه. هناك أمر آخر يساعد على هذه المسألة، وهو ذلك المدد المهم الذي يمد الله به عباده متمثلا في الوحي. وجود الوحي، وجود الحق واضحا أمام الناس، يقوده إلى التعلق به، بمعنى أن الاستعداد الداخلي الذي يوجد في داخلنا يسوقنا، ولكن قد نبحث ولا نجد، كما فعل المتحنفون قبيل الإسلام الذين كانوا يبحثون ولا يجدون، يبحثون عن من يقودهم إلى طريق الله عز وجل، وكانوا يعني يبحثون عن بقايا دين إبراهيم، كما كان زيد بن عمرو بن نفيل يسند ظهره إلى الكعبة، رأته السيدة أسماء بنت أبي بكر وكانت صغيرة،
رأته مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله إني لا أعلم أحدا فيكم على دين إبراهيم غيري. ولكن لم يكن دين إبراهيم واضحا بهذه الصورة، وإنما كانت بقايا أنه لم يكن يعبد الأصنام، أنه لم يكن يحيط الكعبة بالأصنام والتماثيل، أنه ما كان يذبح لصنم. ولذلك كان يقول لهم: الشاة يخلقها الله وتذبحونها لغيره. أنه ما كان يشرب الخمر عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالتالي كانت هناك معالم عامة. لكن إذا أقام الله الحجة على خلقه وأرسل رسولا ومعه وحي الله وحفظ هذا الوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فصارت المعالم واضحة. كالإنسان الذي يعيش في صحراء ويرى من بعيد مدينة جميلة عالية، فإن نفسه تميل إلى أن ينظر إلى هذه المدينة ويتمنى أن يكون من سكانها. فها هو الحق واضحا، الحق الذي أرسل الله به نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام يبدو واضحا ظاهرا كالشمس، بل هو شمس، إن كانت هناك شمس تضيء للعيون فهذا الدين شمس تضيء للعقول وتضيء للقلوب والأرواح. فإذا توفرت الفطرة الصحيحة غير المنحرفة بالتربية، ثم وجد الحق أقام الله حجته على خلقه، فإن ذلك يميل بالإنسان إلى أن يستمسك أو أن يتواصل مع هذا الوحي. نضيف إلى ذلك شيئا آخر ثالثا، وهو شعور الإنسان بعيدا عن الدين بشيء من الضياع، وأن يعني شعوره كما يقولون بغياب المعنى. غياب المعنى، ما معنى الحياة إذا لم يكن لي رب أعبده؟ غياب المعنى عن الحياة كما يسميه بعض المفكرين، إذا غاب المعنى عن الحياة فرأيت أنني ولدت كما يولد الحيوان وأموت كما يموت الحيوان ثم أتلاشى، هذا غياب المعنى عن الحياة. إذا غاب المعنى عن الحياة الإنسان يشعر بالضياع. ما الملجأ؟ الملجأ هو الدين. فلذلك يجري الإنسان ويعدو عدوا لكي يضع نفسه في قلب الدين وليمارسه أيضا ممارسة عملية. هذه نقطة مهمة تحتاج إلى مزيد من التوضيح. يعني دكتور، عندما تقول بأنه إذا غاب الإنسان عن المعنى أو غاب المعنى في حياة الإنسان صار في حالة ضياع، هل المعنى هنا هو الدين نفسه، يعني بمعنى أن الملحد هو إنسان ضائع، أم التدين؟ بمعنى أن الإنسان يعني يعرف الله ويعرف أن هناك دين وأن هناك آخرة، لكنه معرض عن الدين تماما ولا يتدين، من هو الضائع أكثر؟ يعني من هو الضائع هنا؟ هو يعني طبعا لا شك أن المسألة هناك تدين في صور منقوصة وتدين في صورة كاملة. يعني الإنسان إذا وجد ربه فقط في دين من الأديان فإن هذا يشعره بشيء من الطمأنينة أكثر من الملحد الذي يشعر بالضياع. يعني كما يقولون الإنسان الذي يجد والدا يتبناه خير ممن لا يجد والدا أصلا. لكن طبعا الصورة الكاملة للتدين لا تبدو إلا في الرسالة الخاتمة، فهذه المنظومة الكاملة بكل تفاصيلها بتفاصيل هائلة، هذا الإسلام الهائل الضخم الكبير هو الذي يلبي حاجة الإنسان كاملة. لكن لا ننكر أن يعني أن الانتقال الإنسان من الإلحاد إلى دين آخر هو خطوة، ولكنها ليست كاملة بالتأكيد. يعني هنا أريد أن أسألك دكتور، يعني في قضية الإطمئنان، وجود الإطمئنان واستقرار الإطمئنان في نفس الإنسان، هل هو مرتبط بمعرفة الله أم بالتدين؟ يعني كثير من المسلمين معرضون عن الإسلام تماما، يعيشون كما يعيش الملحدون، ولكن مع وجود شيء استقرار في لاوعيهم أن هناك إله وأن هناك جنة ونار، لكن لا يعملون لا للجنة ولا يعملون لإرضاء الله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء ينطبق عليهم الإطمئنان أم هؤلاء يدخلون في سياق الضائعين أو التائهين؟ لا، هناك يعني الإنسان أحيانا تشغله أشياء الحياة فربما لا ينصرف إلى هذا الجانب النظري الذي يتكلمون عنه. ليس كل إنسان مستعدا للانصراف إلى هذا الجانب النظري الذي يقلقه. غالبا الجانب النظري الذي يقلق الإنسان من عبثية الحياة، إن شعر بعبثيتها، غالبا هذا يتصل بمستوى معين من التثقف والفهم. أما عامة الناس فأغلبهم مشغولون بلقمة العيش، يعني لا تلح عليهم فكرة الشعور بالعبثية والضياع، مجرد شعوره بأن هناك إلها سيلتقي به وأنه سيغفر له في النهاية، هذا يهبه شيئا من الاطمئنان. معذرة دكتور، لكن الله سبحانه وتعالى أطلق في قرآنه قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وليس الحديث هنا محصورا فيما أعلم في النخب، في المتثقفين أو في المتعلمين، وإنما على إطلاقه. فحتى هؤلاء المشغولون في لقمة عيشهم ألا يدخلون في دائرة الضنك والضياع والتيه إذا ما أعرضوا عن الله تدينا؟ يعني لا ينبغي أن نفهم الضنك هنا على أنه فقط مجرد مفهوم مادي، أن الله ضيق عليهم حياتهم ومعايشهم. نعم، هذا الذي أتحدث عنه. ولكن يعني يكفي الإنسان ألا يدرك قيمة الأشياء، يعني ألا يدرك قيمة يعني مناجاته لربه جل وعلا.
ألا يدرك قيمة أن يقف بين يدي مولاه سبحانه، ألا يدرك قيمة هداية الناس ودلالتهم إلى طريق الله، ألا يدرك قيمة أن يكون في يعني في خدمة خلق الله لأجل الله ليس لأجل شيء آخر، ألا يدرك قيمة أنه خليفة في أرض الله عز وجل يقوم بمهمة عظيمة لم تتحملها الأرض ولا السماء ولا الجبال ولا حتى الملائكة. عدم إدراكه لقيم الأشياء هذا ضنك، يعني كمن عنده شيء ثمين ولا يدرك قيمته، فهو يعني ينفق وقته وأيامه وحياته كلها في أشياء لا قيمة لها ولا يعني لا يؤبه بها. أرجو أن يتسع صدرك لي دكتور، هناك نقطة أريد أن أفهمها حتى يفهمها من ورائي المشاهد الكريم، ما دور التدين في تحقيق الاستقرار والطمأنينة في حياة الإنسان؟ التدين وليس نعم. فقط معرفة الله سبحانه وتعالى أو معرفة الله. نعم، يعني طبعا يعني معرفة الله عز وجل ليست مجرد فكرة، يعني هو يقين يرسخ في نفس الإنسان وهو بداية وليس نهاية، بمعنى أن الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل يجب أن يشعر بالالتزام تجاهه بواجبات كلفه بها. التصديق والإيمان واليقين الراسخ في نفس الإنسان يجب أن يترجم في صورة طاعة لله عز وجل، يعني كما قالوا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، يعني إن هذا لعمرك في القياس عجيب، يعني الإنسان هذا الإله الذي آمنت به والذي آمن المسلم به نزل كتابا وأرسل رسولا وأمر بطاعة رسوله وأمر بطاعته سبحانه بطاعة الله عز وجل، فليس من المعقول أن يتحول الإيمان لمجرد فكرة في ذهن الإنسان. قد تذبل وتموت إذا لم تسقى بالممارسة بالتدين. نعم. ليس كذلك؟ نعم، هناك هناك تبادل بين الممارسة والاعتقاد في الإسلام، كلاهما يقوي الآخر، يغذي الآخر، يزيد الإيمان بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، يكتسب العمل الصالح روحه بالاعتقاد الصحيح، فهنا يحدث تكامل عند المسلم. والمسلم لا ينبغي أن يكون انتقائيا في تدينه، يأخذ شيئا ويدع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريقا واضحة جدا في مسألة التدين بحديث يعتبر يعني جزءا من دستور فهم الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فدعوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه أي المحرمات، هذه الأمور لا ينبغي أن يعني ليس في، وهي دائرة صغيرة طبعا مهما تكون، لكن هي على كل حال ليس فيها وسطية، دعوه. نعم. مرة واحدة. أما التكاليف فالناس ليسوا ذوي قدرة واحدة بل هم متنوعون، بل الإنسان الواحد يكون مريضا وصحيحا، فأتوا منه ما استطعتم ليس معناها على مزاج الإنسان، ولكن حينما يبدأ الممارسة ويعجز فيسقط عنه الجزء الذي عجز عنه، يعني عجز عن مثلا عن الصلاة واقفا، لا تسقط الصلاة وإنما يسقط كونها تؤدى وقوفا وهكذا، فيسقط من الدين بقدر العجز البشري عن أداء هذا الدين. وكذا في الأمور المالية والأمور كل في سائر أعمالنا في ممارسة الإسلام. هنا يعني التدين ما الذي ينبغي أن يقود إليه صاحبه؟ بمعنى المتدين، ما المقاصد التي سعى الإسلام إلى تحقيقها من وراء التدين كفهم وممارسة؟ مقاصد التدين، هناك مقاصد خاصة بالإنسان نفسه ومقاصد خاصة يعني بالحياة. نعم. مقاصد الخاصة هو تديني لأرضي ربي، هذه نقطة أساسية. أنا يعني كمسلم أو باعتباري مسلما يجب أن أمارس التدين، وقصدي وهدفي وعيني كلها أن أرضي مولاي الذي خلقني، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فقد رتب على كونه خالقا لي وكونه رازقا لي، رتب علي أن فرض علي عبادته، فأنا ينبغي أن أسعى في هذه الحياة وكل يعني هدفي هو أن أرضي ربي سبحانه وتعالى، وهذا الأمر هو أساس التدين والتعبد. ثم الأمر الثاني أن يعني تظهر في ممارسة هذا بالنسبة لواقع الحياة، أن يبدو الإسلام على جوارحي على ظاهري أمام الناس. الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس بأمرين، بأمر الوحي المحفوظ وبأمر الطائفة التي تقوم بالدين إلى يوم الدين. الله عز وجل حفظ الوحيين كما نعلم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ حفظ هذا القرآن بالأسباب المعروفة والطرق المعروفة حتى وصل إلينا يقينا لا شك فيه، والسنة معروف ما بذله علماؤنا رحمة الله عليهم من جهد هائل لم تبذله أمة من الأمم في حفظ النصوص ونقلها حتى نقل إلينا، ونعرف كل رجل في كل حديث ماذا هو، ما حاله، ما كذا وكذا، وما علاقته بمن سبقه، وما علاقته بمن تلاه، إلى أن سجل الحديث في كتب معروفة.
فحفظ الوحيان، ولكن أيضا هناك شيء آخر وهو وجود الممثل الاجتماعي للإسلام في الواقع، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق. هذا الحديث في البخاري، أقول بمعناه لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم. فهذه الطائفة أيضا شاهد لأهل الإيمان، شاهد على الناس بأن الإيمان موجود في الحياة وليس مجرد كلام مكتوب بين دفتي الكتاب. وهذا مهم، أننا نقول إن التدين ضروري ومكمل للكتاب، يعني كأن الإسلام يقوم بين هذين الأمرين، بين الكتاب المكتوب وبين الممارسة القائمة. فبهذين الأمرين يحفظ الدين ويستمر وجوده مكتوبا مقيدا في كلمات، وأيضا ممارسا ومطبقا في واقع الحياة وفي واقع الناس. وهنا يبدو الرابط مهما جدا بين الفهم والتدين، التصور أو الفهم والتدين. هذا أريد أن أبحثه معك بشيء من التفصيل، ونريد أن نتحدث عن أثر التدين في الحياة الاجتماعية، في واقع المسلمين الاجتماعي، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل. لدينا فاصل قصير وأخير، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من زمن الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور، الأثر عندما يتدين المسلمون، ما الأثر في واقع المسلمين الاجتماعي؟ ما العلاقة بين الواقع الاجتماعي للمسلمين وبين طبيعة تدينهم؟ يعني إذا كان التدين هو التطبيق والممارسة للدين، فلا شك أن إحسان الممارسة وإحسان التطبيق يصلح شؤون الخلق وأمورهم. مثلا على سبيل المثال، لو قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول إصلاح ذات البين، وحديث عن صلى الله عليه وسلم عن فساد ذات البين، قال: فساد ذات البين تلك هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فممارسة يعني إصلاح العلاقات بين الناس، ويعني ممارسة اجتماعية من الدرجة الأولى، فكأن الإنسان في جزء صغير من ممارسته للدين يعمل على إحسان الرباط الاجتماعي والوصلة بين الناس، صلة الرحم أيضا تحسن العلاقات والصلات بين الناس وبعضها. الأجيال، جيل الآباء والأبناء، وجيل والعكس، العلاقة بين الأجيال، بين الجيل الصغير والكبير وبين الكبير والصغير، صياغة هذه العلاقة بصورة سليمة أيضا يؤدي إلى أن تنعكس الممارسة ليس فقط في مجرد صلاة تعنيني أنا وحدي، وليس فقط في مجرد اعتقاد في داخلي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن أيضا في صورة أفعال بارزة. أنا لست فقط مجرد إنسان كمسلم، يعني أو باعتباري مسلما، لا ينبغي أن أكون مجرد إنسان يحرص على أن يكون صالحا، بل يتجاوز ذلك المدى إلى الإصلاح، يتجاوز الصلاح إلى الإصلاح، لأن هذا باب من أوسع أبواب الخير والفضل الذي والثواب والأجر الذي أخذه الإنسان، أن يتجاوز دائرة نفسه ودائرة حرصه على صلاح نفسه إلى دائرة إصلاح الآخرين بالوسائل اللطيفة والمناسبة والملائمة لكي تصلح الحياة. فالأثر الاجتماعي لتطبيق الإسلام، الناس يرونني أصلي مثلا، ثم يرونني صادقا في بيعي وشرائي، ثم يرونني حريصا على صلة رحمي، ثم يرونني حريصا على يعني إصلاح العلاقات بين الناس. الجار لا يرى مني إلا خيرا ولا يسمع مني إلا خيرا، زميل العمل، الناس الذين يركبون معي الحافلة العامة، وهكذا. كل هؤلاء يعني إذا مارست التدين بهذا الشكل فلا بد أن ينعكس في صورة صلاح اجتماعي نراه، والصلاح الاجتماعي صلاح من حولك خير لك، فلذلك حرصك على صلاح من حولك هو حرص على مصلحتك أنت، حرصك على صحة من حولك حرص على صحتك أنت. لكن الحاصل اليوم دكتور نبيل، وكثير من خصوم الإسلام من العلمانيين وغيرهم ممن يعرضون بالإسلام ذاته، يقولون أن المساجد الآن ممتلئة،
وتفيض بالمصلين، لكن في الوقت نفسه محاكم الطلاق ممتلئة، والمحاكم الجنائية ممتلئة، والكذب ممتلئ، والفساد ممتلئ في المجتمعات، والمصلون هم من يقومون بهذه الأفعال، ومن هنا يطعنون بشعائر الإسلام نفسها. فإذا لم يقد هذا التدين إلى مقاصده وإلى هذا الواقع الاجتماعي الذي تفضلت بالحديث عنه، فأين الخلل؟ أين المشكلة؟ ماذا يمكن أن يرد على هؤلاء؟ نعم، هو يعني محاضن التربية والإعداد فيها إشكالية، فيها إشكالية كبيرة عندنا. يعني الناس مرتبطون بالدين في عمومهم، نحن لا ينبغي أن ننظر إلى الناس في ممارستهم المنقوصة للإسلام نظرة الخارج عنه، ليسوا خارجين عنه، ولكن محاضن التربية والتثقيف سقطت وأهملت وظائفها، بل إنها تقوم بوظائف عكسية. نحن نعرف أن دولا في يعني دولا إسلامية، أو المفروض أنها دول يعني تقوم أهلها مسلمون وسكانها مسلمون، ولكن أجهزتها موجهة لتحريف فهم الناس للإسلام. أجهزتها المحاضن التربية تقصد بها المساجد، الجامعات؟ هناك محاضن تربية وتثقيف على العموم. نعم. وهي محاضن التربية والتثقيف العام منها يتعلق بالدولة، مثل مثلا المساجد والوسائل الإعلام وكذا. نعم. أغلبها يتعلق بالدولة عليها. ثم طبعا محضن الأسرة يعني هذه الأسرة القائمة على التربية في داخل الأسرة عبث بها، لم يعد هو نفسه إعدادا جيدا حتى يقوم بوظيفته. طبعا الصورة صعبة جدا والمشهد فيه سواد حالك. لكن معذرة دكتور، يعني قد يقول لك قائل في صدر الإسلام لم يكن هناك أسر تبني أجيالا، وإنما هي شعائر الإسلام يعني صاغت المسلم وأنشأت جيلا جديدا غير مجرى التاريخ. الآن هذه الشعائر لا تفعل فعلها. لا، هو الـ 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 الإسلام أخذ، لم يؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل طولي، صلاة مفصولة عن بقية الدين، أو مثلا خلق واحد أخلاقه جيدة ولكن لا يصلي، لم يؤخذ بهذا الشكل. أخذ الإسلام بعرضه، يعني أخذت عقيدته مع أخلاقه مع شعائره مع كذا، أخذ بشكل عرضي، لم يؤخذ بشكل انتقائي. وأنا أظن أن من معجزات الإسلام أنه ما زال باقيا يمارس إلى الآن. هذه معجزة أن الإسلام وجهت إليه كل هذه الحرب ثم ما زال باقيا يمارس، ممارسة منقوصة لا شك، لكن هذا ينادي أهل الفكر وأهل الثقافة وأهل التربية وأهل العلم حتى يقوموا بوظيفتهم تجاه الأمة. الآن الحدود مكسرة بينكم وبين عقول الناس، بين المثقفين والمربين، أمامكم وسائل كثيرة لتتواصلوا مع الناس، والناس سيعرفون الزبدة الذي سيذهب جفاء من الأشياء الأصيلة، يعرفون الصوت الصادق. ما زال الناس مثلا يستمعون إلى الشيخ الشعراوي مثلا على سبيل المثال، والرجل مات منذ أكثر من 20 سنة، ومع ذلك لأن نحسبه كان صادقا في كلامه، ما زال الناس يستمعون إلى كثير ممن ماتوا من العلماء لأنهم كانوا صادقين فيما وجهوه. الناس ستشعر بغثائية هؤلاء الذين يشوهون علاقتهم بالإسلام. نعم، ممارسة الإسلام منقوصة لا شك، ولكن هذا لا يعني أننا سنقف ننتقد الناس ونكتفي بهذا، ولكن نقول لهم الفرصة أمامنا كبيرة لنستعيد الصورة الكاملة للمسلم. لا ينبغي أن تكون صورة المسلم منقوصة أو شائهة. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الواقع اليوم أن هذه الصلاة لا تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر في كثير من الأحيان، ليس على إطلاقه. أين المشكلة؟ أين الخلل؟ طبعا هذا تناقض طبعا في الممارسة. يعني ممارسة الدين معناها أن أنظر فيما يعني قالته الشريعة وألتزم به. هذا هو معنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني التوجه إلى الله عز وجل عابدين له سبحانه وتعالى وموحدين إياه عز وجل، ثم أخذ الشريعة التي يريدها منا والأوامر التي يريدها منا عن طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، أنني ارتبطت بعقد، هذا تعاقد ما بين العابد وربه سبحانه وتعالى، ما بين المسلم وربه، أنني حينما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا إعلان بقبول التعاقد. هذا التعاقد يقوم على أن أوحد الله عز وجل وأن ألتزم بأمره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث معاذ المشهور، حديث صحيح، أنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال سيدنا معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة هنا ليست فقط مجرد التوحيد النظري، وإنما يعني مطلق الطاعة لله عز وجل، مطلق الطاعة لله عز وجل. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تدري يا معاذ ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم.
يعني أن ينعمهم بالجنة وأن ينجيهم من النار سبحانه وتعالى. فهذا هو التعاقد، ولعله هو المذكور في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. التجارة نوع من التعاقد، فهذا التعاقد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فيه يعني التزامات معينة لا بد من أن يلتزم بها، يلتزم بها قدر طاقته وقدر استطاعته، بل عليه أن يعني يتجاوز حد الفرائض إلى حد النوافل حتى يبلغ الدرجات والمقامات العالية عند الله عز وجل. ينبغي أن تكون نفسه أعلى وأن تكون همته أرفع حتى يبلغ أعلى مقام يستطيعه. دكتور، حقيقة أريد أن أدخل معك قبل أن ينتهي البرنامج إلى نقطة مهمة جدا ومتجلية في واقع المسلمين. هل إذا يحقق المسلم التدين بأداء شعائره، بمعنى أنه إذا صام وصلى وحج وزكى، هل يكون بذلك قد حقق التدين المطلوب منه؟ لا يكون قد حققه أبعد من طبعا ده. لا يكفي، يعني الاكتفاء بالجانب الشكلي من الإسلام يعني صورة منقوصة تماما، يعني إذا كانت أخلاقي مناقضة لعباداتي وشعائري هذه صورة منقوصة، ينبغي للمسلم أن يستحي من الله عز وجل أن يكون بهذه الصورة، أن يكون مصليا محافظا على الصف الأول، وهو غشاش في بيعه وشرائه، وهو مطفف في كيله، وهو يعني لا يحسن معاملة ولده ولا أهله، وهو يؤذي جاره. هذا كله تناقضات ينبغي أن ينفضها المسلم عن كاهله. نعم. وأن يعني يحسن الصلة، هذه عبادة لله عز وجل ينبغي أن تكون كاملة قدر استطاعة الإنسان. في هذا السياق دكتور، يعني هناك انفصال واضح بين الإسلام وبين الواقع، بمعنى أن الإسلام لا يتمكن الآن بسبب ظروف سياسية، ظروف تاريخية معينة، لا يتمكن من صوغ المجتمعات الإسلامية وفق تصوراته ومقاصده. هل هذا الانفصال بين الإسلام والواقع انعكس على الانفصال بين التدين، تدين المسلمين ومارساتهم وواقعهم؟ إلى أي مدى انعكس هذا الانفصال؟ الانفصال بين التدين وبين الواقع، بمعنى أن الكثير من المسلمين متدينون، لكن وهذا ربما يخدم ما تحدثنا به قبل قليل، ولكن نريد أن نميز إلى أي مدى تأثر غياب الإسلام عن الواقع وعن حياة المسلمين، بمعنى غياب هيمنته على حياتهم، إلى أي مدى تأثر تدين المسلمين طبعا بهذا؟ يعني هذه مسألة مهمة، أن غياب الإسلام عن رسم سياسات الحياة في الدول الإسلامية أدى إلى يعني إلى جهل به كبير، ويعني حتى محاربة المؤسسات التي كانت تعمل يعني للإسلام مستقلة وسيطرة الدول عليها وتحويلها إلى جزء أو جهاز من أجهزتها أو مؤسسة من مؤسساتها، هذا اغتال هذه المؤسسات، لأن الحاكم إذا شعر بالخطر من مؤسسة ما، مثل مؤسسة تعليمية الأزهر مثلا، هذه مؤسسة تعليمية عملاقة، هي يعني أكبر مؤسسة خدمت التعليم في العالم الإسلامي طوال قرون طويلة، فهذه المؤسسة يعني وغيرها طبعا، سيطرة الدولة وابتلاعها لهذه المؤسسات أدى إلى أن الإسلام تنحى عن رسم سياسات المجتمعات والشعوب، وبالتالي جهل الناس دينهم، ومن هنا يجب أن نرفق بالناس وأن نشعر بأنهم جني عليهم، وأننا ينبغي أن نمد لهم يدا تنقذهم وتخرجهم حتى يرتبطوا بالإسلام ارتباطا حقيقيا متكاملا، يرتبط فيه الخلق بالشعيرة بالعقيدة، هذا كله شيء واحد، الإسلام عقيدته شعيرته خلقه كله شيء واحد مختلط، كما نقول الإسلام جسم وروح وكذا وكذا، هو كله شيء واحد ولكن مكون من هذه الأشياء. يعني نقطة مهمة بحاجة إلى تحرير دكتور نبيل، يعني كيف يكون المرء متدينا وهو يؤيد الظالم وينتخبه ويسمع كلام مثلا يعني وسيلة إعلامية ظاهرها يناقض مقاصد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني ظاهرها ربما يكون معاديا للإسلام أكثر مما يكون متفقا ومنسجما مع الإسلام، ومع ذلك ترى كثيرا جدا من المتدينين، بل منهم من حفظة قرآن، ربما يعني يدخلون في هذا التيه، يعني يدينون بالولاء لهذا الظالم ويستمعون لهذه الوسيلة الإعلامية أو إلى آخره، يعني ما تحليل هذه الظاهرة؟ هو الدولة لها هيمنة هائلة في يعني حتى يعني يتكلمون عن الحدث وما بعدها، وأن الدولة صارت يعني غولا كبيرا يبتلع كل شيء، فصار الناس يعني ينساقون وراء الإعلام يعني لتسيطر عليه الدولة الذي تسيطر عليه الدولة، وتفهم أن الإصرار على رسالة معينة والإلحاح عليها يؤدي إلى خداع الإنسان. أنا رأيت بعض يعني المفكرين الكبار، بعض أساتذة الجامعة المتميزين جدا الذين يعالجون قضايا الفكر بشكل عميق جدا، ولكن مع ذلك موجة الإعلام الأسود هذا الذي يسوق للدولة ويشوه صورة الآخر، هذا أثر على عقول الناس بشكل عجيب. هؤلاء
يعني الذين يصنعون إن كانوا مشاركين في صناعة الظلم. فهؤلاء طبعا موقفهم خطير جدا، إن كان عندهم من الوعي ما يكفي للتمييز هؤلاء سيحاسبون على موقفهم الخطأ، أما عامة الناس فبقدر فهمهم وإدراكهم سيحاسبون على هذا. لكن أنا أظن أنه ينبغي أن تكون هناك قوة يعني لمواجهة هذا الإعلام الأسود وكشفه وإيضاح حيله وطرقه في غزو عقول الناس وتغيير علاقتهم بالدين. هناك موجات متتابعة لمحاولة مسخ تصورات الناس حول الإسلام، مسخ أعمال الإسلام ووظيفة عقائده وتشريعاته. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، العلاقة بين التدين وبين التصورات، وهي قضية أفرد لها جانبا مهما الأستاذ محمد قطب رحمه الله عندما تحدث في عدد من كتبه، وخصوصا في واقعنا المعاصر، كتاب واقعنا المعاصر، تحدث كثيرا عن العلاقة بين التصورات، بأن كثير من المسلمين الآن لديهم تصورات فاسدة أنتجت تدينا فاسدا. يعني كيف نبتت هذه الظاهرة؟ نعم، انحراف في المؤسسات المربية والمنشئة. يعني انظر الجامعات التي انشئت في بلادنا، الجامعات الحديثة في خلال القرن العشرين إلى الآن، كم منها يراعي الله ورسوله ويراعي دين الله عز وجل؟ ما الذي يأخذه الطلاب ويدرسونه في هذه الجامعات وهذه المدارس؟ وبدلا من أن يتركوا الجامعات التي تدرس العلوم الشرعية على حالها أو يطورونها تطورا يعني يخدم دين الله عز وجل، حرفوا هذه، يعني أنشأوا جامعات تغرب عقول الناس، وإلى جوارها خربوا الجامعات التي كانت وظيفتها تنشئة علماء الشريعة الذين يربون هؤلاء. فبالتالي حصل انحراف في التصورات. لم يعد التدين يؤدي وظائفه دكتور؟ نسبيا، يعني المسألة ليست مطلقة، فيعني ما زال عند الناس دين، ولكن كما قلت لكم هذا الغول المسمى بالدولة يعني سلط يعني وسائله الجبارة على عقول الناس. ويعني الدولة الآن هي التي تحدد ماذا ستقرأ، ماذا ستكتب، ماذا ستشاهد، بل يعني هذا ليس فقط في عالمنا العربي بل حتى في الغرب نفسه. هناك يعني بعض الكتاب الأمريكيين أظن في كتاب عنوانه عقول المستقبل يقول أنت لا تظن أنك تذهب إلى لتشاهد في السينما الفيلم الذي اخترته أنت، لا تظن أنك ستؤيد المرشح الذي تختاره أنت، بل هناك وسائل جبارة سلطت على عقلك لكي تدفعك إلى اختيار هذا الفيلم وإلى اختيار هذا المرشح وإلى اختيار هذا الحزب دون حزب آخر وإن كان الآخر أصدق منه. فهذه الوسائل الجبارة حرفت نعم كل شيء. لكن قبل قليل قلت كلمة بحاجة إلى تحرير دكتور، يعني قلت إن ما زال عند الناس دين، يعني كيف يكون ما زال عند الناس؟ هل يعني كما لو أنه هنا يراد من كلام جنابك حصر الدين فقط بالشعائر؟ الناس عندها دين وتصلي وتزكي وتدفع ما لديها من أموال حتى تذهب إلى الحج، لكنها لا تغير واقعا فاسدا اجتماعيا ولا تدفع ظالما عن سدة الحكم. يعني ما قيمة الدين هنا إذا لم يحقق مقاصده من هذا التدين؟ يعني أنا أظن هذا السؤال يوجه إلى ما يمكن أن يسمى بالنخب في بلادنا. هناك نخب متنوعة في بلادنا، وأنت منهم، وأنت بطل الحلقة اليوم. يعني النخب يعني تعمل نوعا من التوازن. يعني انظر النخب السياسية متجهة طبعا اتجاها خاصا في احتكار السلطة والسيطرة عليها. النخب المثقفة قسمان، قسم علماني وقسم إسلامي. القسم الإسلامي إما أنه مضطهد أو عاجز، والقسم العلماني يمالئ الاستبداد في بلادنا ويمشي في ركابه. من التائه هنا؟ الملايين المسكينة التي تاهت في البلاد وفي المدن والتي تقذفها الحوامات بالنار والدمار، نسأل الله العافية وأن يرد هذه الجموع إلى دينها مردا جميلا. بقي لدينا دقيقة ونصف، ماذا يمكن أن تقول عنهما في موضوعنا مما لم نسألك عنه؟ هناك قولة جميلة للإمام مالك يقول فيها تعلمت العلم لأجل نفسي، بمعنى أن يعني هؤلاء الإخوة الذين يطلبون العلم والمعلمون والأساتذة في الجامعات وفي شتى أنحاء العالم من المسلمين ينبغي أن يركزوا على أن العلم يطلب أولا لأجل نفسي، ثم بعد ذلك سيبارك الله ويتحول العالم إلى زهرة ينتشر عبقها لكي تشمها الجماهير. ينبغي أن يقوم هؤلاء بأدوارهم ووظائفهم العظيمة لإيقاظ الأمة وردها إلى دينها وإلى راية نبيه عليه الصلاة والسلام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور. إذن مشاهدينا الكرام، إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عن التدين بين المفهوم والممارسة، أن نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يعود عليكم بالفائدة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور نبيل الفوري أستاذ العقيدة والفلسفة. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الفاضلين على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله وتوفيقه.